بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. خصصنا حلقة هذا اليوم حول الذكرى 20 لأحداث 11 من سبتمبر، الأحداث الإرهابية التي غيرت مجرى العالم. وسنناقش في هذه الحلقة ذكرى 11 سبتمبر بعد عقدين من الحرب على الإرهاب، أيضا التطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على مكافحة الإرهاب، أيضا انعكاسات أحداث سبتمبر على العالم العربي والإسلامي. بداية يسعدني يشرفني يكون معي على الاستوديو المحلل السياسي المهندس بدر الدين البارون. مرحب بك أستاذ مهندس بدر الدين. مرحب أستاذ عاصم ومرحب بالسادة المشاهدين. إذن مشاهدين الأعزاء، نحن اليوم أمام حدث غير مجرى الأحداث في العالم بشهادة الجميع، 11 من سبتمبر 2001 والهجمات الإرهابية التي تبنتها تنظيم القاعدة على مبنى برجي التجارة بأمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية بدورها وبمعاونة حلفائها قامت بإعلان الحرب على الإرهاب عقدين من الزمان في ظل هذه الحرب على الإرهاب ومحاربة هذا الداء العضال. أثمر عن ذلك التخلص من زعيم تنظيم القاعدة ودحر هذا التنظيم الذي بث الرعب في نفوس العالم. بداية مهندس بدر الدين، يمكن 11 من سبتمبر 2001 كان حدث كبير جدا. الأعمال الإرهابية التي تمت أدى إلى تغيير العديد من الأحداث في المشهد في العالم بأسره. يمكن العالم أجمع على أن ضرورة مواجهة هذا الإرهاب وضرورة التخلص واجتثاثه من جذوره، لكن جذور هذا الإرهاب عامل مهم جدا. كيف بدأ هذا الإرهاب في العالم؟ كيف كانت بدايته وفي في 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 مناحي عديدة جدا، لو حدثت المشاهد الكريم عن بداية الإرهاب؟ هو بالتأكيد بداية دخول الإسلام السياسي أو تسييس الدين واستخدامه كأداة كانت هي النقطة الرئيسية والجوهرية في فكر الأخوان المسلمين. حتى بعد ذلك تكفير المجتمع والقيام بعمليات ضد المجتمع وضد أفراد من المجتمع هي نتجت من مجموعات من الأخوان المسلمين أثناء صراعهم مع جمال عبد الناصر بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية، في أحداث المنشية. كانت في حملة كبيرة جدا ضد تنظيم الأخوان المسلمين وألقي بجزء كبير منهم في السجون باعتبار ارتباطه لهذه المحاولة. فكان رد فعل بعض القيادات من الأخوان المسلمين من داخل السجون تجاه هذه الأحداث هو تكفير المجتمع ككل. وحتى كان يوجد أساس نظري في كتاب سيد قطبي معالم على الطريق، وهو الحديث عن جاهلية المجتمع. الحديث عن جاهلية المجتمع يقود بعد ذلك للحديث عن تكفير المجتمع، يقود بعد ذلك للحديث عن هدر دماء المجتمع. وجاءت فترة السادات الاستعانبون في الأول لمكافحة الشيوعية، ثم بعد ذلك انقلب عليهم، وبعد ذلك حصلت الأحداث الدموية، بدأت هنا مرحلة الدموية، وتم تفريخ مجموعة من جماعة الأخوان المسلمين، فرخت مجموعة سمت نفسها التكفير والهجرة. جماعة التكفير والهجرة حتى ممكن جزء منها وصل السودان وقام بأحداث يعني. كان هناك أحداث داخل المساجد أيضا في السودان وأدت إلى يعني ذهاب أرواح عديدة جدا في السودان نتيجة هذه الجماعات الضالة. نعم، جماعة التكفير والهجرة هي بعد ذلك كانت يعني الأخوان المسلمين وجماعة التكفير والهجرة هي الأساس النظري لتنظيم القاعدة ولداعش ولكل التفريعات. الحركات الإسلامية عموما تمتاز بميزتين تتناسل من بعضها البعض، يعني هي حركة بتطلع منها حركات بيحصل بعد ذلك عملية تشظي، بتكون بتحمل نفس النواة، في بعض منها يتطرف، بعض منها قد يكون أقل تطرفا، لكن الأساس النظري لها كله كان هو فكرة تكفير المجتمع. وعموما هي ناتجة من جهل، يعني حتى هذه العناصر التي تقوم بعملية يعني لا يعقل إنسان يدخل مسجد ويفجر نفسه داخل المسجد ويعتقد نفسه إنه يدخل الجنة وهؤلاء كفار، هم يعبدون الله وفي بيت الله ويقوم باغتيالهم ويعتقد نفسه هو يدخل الجنة والآخرين يدخلون النار. هم عموما يلجؤون للأقل تدين، للأقل وعيا بالدين. أي إنسان بيعرف دينه حقيقة، أي إنسان ملتزم بالدين الإسلامي ويعرف ما هو الدين الإسلامي، يستحيل أنه ينجرف مع هذه التيارات باعتبار أنه يفهم تماما أن هناك فرق بين مسلم ملتزم ومسلم عاصي. حتى القتل في الإسلام هو محدد بحالات محددة، يعني لا يجوز لامرأة مسلم إلا في حالات محددة، نفس بالنفس أو زنا بعد إحصان أو إفساد في الأرض وهو حد الحرابة. لكن الأفكار المشوشة
والافكار كانت هي بتزعى لخدمه التنظيم اكثر من يعني اكثر من خدمه المجتمع او معالجه المجتمع، هي بعد ذاك ادت نفسها قدسيه وبعد ذاك اهدرت دماء المسلمين. من هنا انطلقت الفكره. يعني فتره الثمانينات والتسعينات كانت هي الفتره الذهبيه لهذه الجماعات اللي ابتدات من مصر ثم بعد ذاك انطلقت لكل بلدان الاسلاميه ولكل بلدان العربيه. وشاهد يمكن في التاريخ بيذكر انه بدت في الاول بمهاجمه السياح وبعد ذاك اغتيال ضباط في الشرطه، بل حتى الادباء والمفكرين، يعني تم اغتيال فرج فوده، تم محاوله اغتيال نجيب محفوظ، عدد كبير جدا من الادباء والمفكرين كان يتم استهدافهم. ده بيعني انه الموضوع هو ما خدمه للدين ولا عنده علاقه بالدين، الموضوع هو صراع سياسي، لكن يتم لباسه لباس ديني لخدمه اهداف ثانيه. في السودان كان عندنا تجربه سره جدا في هذا المجال، يعني انه استخدام الدين وبعد ذلك تفريق مجموعات ترهيب للمجتمع لخدمه اغراض سياسيه. هذه هي النموذج الصغير. هذه النماذج تم تعميمها على مستوى العالم. كانت الفكره النظريه الاولى هي فكره الاخوان المسلمين، انه الحديث حوله انه اعتقد نفسه هو خليفه الله في الارض، وهو المفترض يحكم، وهو المفترض يكون اكثر انسان مديا، بالتالي هو المفترض يكون اكثر اعلى صوتا واكثر قدره على التاثير وهكذا وهكذا وهكذا. ده الأساس النظري بصورة سريعة وبملامح أيضا رئيسية. يمكن على المدى البعيد في التاريخ الإسلامي أيضا كان هناك محاولات يمكن حتى لو كان بمسمى آخر لبدء هذه الشرارة، شرارة الإرهاب. بالتأكيد، يعني كان في جماعة في التاريخ الإسلامي اسمها جماعة الحشاشين، كانت في العصر العباسي وجزء من العصر الأموي. هذه الجماعة كانت تخصصها هي الاغتيالات، وهي كانت في منطقة خراسان من إيران، منطقة أصفهان من إيران. هي كانت جماعات قصدها محاربة الدولة العباسية والأموية من داخلها، خدمة للفهم الصفوي في حينه كويس، وخدمة لفهم مذهبي. فحتى الآن نجد في ارتباط كبير جدا جدا بين إيران وبين مجموعات داعش وبين إيران وبين مجموعات القاعدة. حتى كان هناك قيادات من القاعده موجوده في ايران، حمزه ابن بن لادن. لهذا الجزء الهام جدا علاقه ايران مع القاعده وكيف هي ساهمت في دعم هذا التنظيم الارهابي، لكن حديثنا اليوم يمكن ياتي حول التحديات التي واجهها العالم بعد 11 من سبتمبر، الان عقدين من الزمان في محاربة الإرهاب. يمكن أجمع العالم أجمع بأنه هذا الإرهاب هو فيه ضرر كبير جدا للمجتمعات وللأمم. كيف تقرأ التغييرات التي حدثت في العالم خلال هذين العقدين، وكيف تمت مجابهة هذا الداء الضال؟ هو طبعا 11 سبتمبر غيرت العالم وغيرت تاريخ العالم، ودخلت الصراع لجانب آخر. يعني الارتدادات لأحداث 11 سبتمبر كانت هي بعد ذلك في مناطق كثيرة، كانت في أفغانستان، كانت في العراق، كانت في سوريا، كانت في ليبيا. كل ما نراه الآن من أحداث هو ارتدادات. بمعنى آخر، هذه المجموعات سواء كان القاعدة أو داعش لا تنتشر إلا في ظل انفلات أمني وفي ظل صراعات وحروب. يعني فجأة ظهرت تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا، فجأة ظهر هذا تنظيم داعش والقاعدة في ليبيا، تمدد. وأصلا أساسا بيظهر في حالة انفلات أمني، وده بيأكد إنه في جهات محددة بتستخدمه. بمعنى آخر، يعني إنه في 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 سوريا داعش والقاعدة لا يهاجموا إلا مناطق المضادة للوجود الإيراني. في العراق يتم استخدامه في حالات محددة، حينما يعني يرتفع المد الشعبي الرافض لإيران، فجأة تظهر القاعدة وتظهر داعش. بل في عهد المالكي تم تسليم مدينة الموصل بالكامل لتنظيم داعش، تسليم وتسلم، ترك السلاح والذهاب. فحاليا الأحداث هي غيرت العالم بأنها أدخلت إطار جديد للصراع. يضاف لذلك أظهرت ما يسمى بالإسلاموفوبيا، يعني هي للأسف الشديد شوه صورة الإسلام السمح، وسوها صورة المسلم المعتدل، صورة المسلم المتزن، صورة المسلم اللي عنده استعداد للتعايش مع الآخر والانفتاح على الآخر. جزء من أهداف هذه المجموعات هي احتكار الإسلام بفهمها هي وتصديره للآخرين بفهمها هي. بل بالعكس، إنه ما كان حتى في التاريخ الإسلامي، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة يتم استهداف المدنيين، بل حتى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ووصايا الصحابة من بعده إنه حتمر بأقوام في بعض الرهبان اتركوهم، لا تقطعوا الشجرة، لا تقتلوا مسافر، كانت هذه وصايا الصحابة كلهم للجيوش. بالتالي هم خالفوا حتى هذه الوصايا. هم هذا بيحاولوا بعد ذلك يصوروا
يعني تصور خاطئ للدين الإسلامي قد يؤثر على بعض المسلمين الما عندهم وعي كافي بالدين. غيرت العالم لأنه أحداث أفغانستان ومن بعدها أحداث العراق ومجموعة من الأحداث، وحتى الأحداث التي تشهد بتحدث بين الفينة والأخرى في دول أوروبية من محاولات إرهابية، محاولات طعن، محاولات دهس، المحاولات المتفرقة هذه خلت بعد ذلك في تشدد كبير جدا جدا على المهاجرين، خلت هذه المجتمعات عندها توجس وريبة وخوف كبير جدا جدا ضد المهاجرين وضد المسلمين وضد العرب، وهذا كان إشكالية للمسلمين والعرب. يعني هذه الجماعات هي أضرت بالمسلمين وبالعرب وضرت بالإسلام أكثر مما تفيد، لأنه حتى في عهد الجهاد، عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا المدنيين يتم الاحتفاء بهم. يعني سفانة بنت حاتم الطائي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت أسيرة أطلق سراحها إكراما لأبيها، إكراما لأبيها، إنه حاتم الطائي كان من كرام العرب. بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة المكرمة قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال أسهبوا فأنتم الطلقاء. لكن برغم الأذى وبرغم كل ما تلقاه من برغم الحروب، حتى برغم معركة بدر ومعركة أحد، وفقد رسول صلى الله عليه وسلم ما فقده في هذه الحروب، ولكن كانت يمكن يعني كانت يمكن هذه أحد الدروس الهامة في التاريخ الإسلامي، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بالتأكيد، لأنه الإسلام هو دين تسامح، والإسلام ما كان دين انتقام. يعني ما هو لا يعقل إنه إنسان يسهب حتى دولة أوروبية عشان يقتل مواطنين في أوروبا، قد يكون هؤلاء المواطنين هم رافضين للحروبات التمت، قد يكون هؤلاء المواطنين هم مناصرين له. غير كده إنه رد الفعل اللي بيحدث شنو من إنه يعني يحصل حدث مأساوي في مجمع مدني لمواطنين، سواء كان محطة مترو، سواء كان فندق، سواء كان سينما، سواء كان غيره، رد الفعل حيكون بالتالي يعني مضاد وحيكون سلبي جدا جدا. فغيرت العالم لأنه بعدك أنتجت نظرة سلبية شديد، لكن رب ضارة النافعة. في عدد كبير جدا من الناس بدأ يحاول يفهم، أصبح هناك وعي كبير جدا، هناك أصبح عمل حول توعية المسلم نفسه. يمكن حتى كثير من المسلمين شاهدوا أضرار هذا الإرهاب وما لحق بالمسلمين من خلال هذه الأعمال الإرهابية التي شوهت صورة الإسلام، فكان هناك عمل توعوي كبير جدا قدر من خلال المجتمعات أنها يعني لا تتأثر. كان الاستقطاب حاد في فترة معينة. نعم بالتأكيد، هي حاليا يعني عملت وعي آخر كمان، أنه حتى الإنسان الغير المسلم بدأ هو يقرأ ويعرف حول الإسلام، لانه ما يعني التشويه التم كان تشويه كبير جدا جدا. فاي انسان عاقل بيفكر انه يستحيل يكون يوجد دين في الارض يدعو الى سفك الدماء، يستحيل. فبالتالي حصل نوع من الوعي، لكن تظل الرواسب كثيره جدا جدا، وحتى يظل تاثيره وارتداداته على الدول كثيره جدا جدا، ويظل الثمن اللي بتدفع الدول من اقتصادها ومن امنها لمكافحه هذه الظواهر هو الثمن باهظ، باعتبار العمليه الامنيه عمليه مكلفه، وعملية بتحتاج بعد ذلك لموارد ضخمة جدا جدا. إضافة لذلك أنه في مقابل الاستمرار في التنمية وفي تطوير المجتمعات، في مقابلها تم الانكفاء والتركيز على حماية الناس من أخطار هذه الجماعات المتطرفة. فبالتأكيد ده يعني رجعوا الدول لسنين للوراء. نعم. سنين كثيرة جدا. نعم، يمكن أيضا بعد العقدين من الزمان يعني أصبح القاعدة وجودها يمكن ضعيف نوعا ما، ولكن كما ذكرت تولدت هناك تنظيمات أخرى، تنظيم الدولة الإسلامية، داعش، جبهة النصرة. يعني في كل فترة من الفترات يتم تلوين هذه الجماعات وتغيير المسميات وبأهداف هي مشابهة للأهداف السابقة. في وجهة نظرك هل تعتقد أن الفترة القادمة ستكون يعني فترة ممكن تتولد فيها أيضا عناصر إرهابية أخرى، مجموعات جديدة؟ هو بالتأكيد واحدة من سمات هذه الجماعات عموما الجماعات الإسلامية، واحدة من سماتها إنها تتناسل عن بعضها البعض وتغير جلدها فقط. نعم. يعني قد يكون نفس العناصر قبل 20 سنة في اسم تنظيم، والآن باسم تنظيم، وبعد 5 سنين باسم تنظيم آخر نفس هذه العناصر. فالتحديات حتظل موجودة، قد تغير أساليبها. نعم. وفق المتغيرات. نعم. غير كده حاليا أنا وجهة نظري الشخصية، حاليا داعش تحديدا أصبحت أشبه ما تكون سيارة، لكن
نفس الماركة لكن يتم إنتاجها في دول متعددة. يعني حاليا في داعش تبع إيران، في داعش محلية، في داعش كله 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 جهة عندها شكل من أشكال تطرفها بذات الاسم. نعم. إذن مشاهدين الأعزاء الحديث يمكن يطول وله بقية معنا في حلقتنا لهذا اليوم، لكن دعونا نذهب إلى هذا التقرير حول أحداث 11 سبتمبر والمتغيرات التي حدثت بعد هذه الأحداث في العالم. بعد حادثة تفجير مبنى التجارة العالمي، اتجهت الإدارة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وفق استراتيجيات عديدة، بدأت بوضع الكثير من القيود والشروط والسياسات لمكافحة الإرهاب، خصوصا بعد تبني تنظيم القاعدة للهجمات. 20 عاما مضت والعالم بأجمع يعمل على التخلص من هذا المرض العضال واكتثاثه من جذوره، ومبالغ طائلة دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها لمكافحة الإرهاب، ولكن الإدارة الأمريكية ترى أنها حققت الكثير من النجاحات في هذا الجانب، وقد اتجهت لاستراتيجيات جديدة في مكافحة الإرهاب. تأتي ذكرى 11 من سبتمبر هذا العام في ظل الكثير من الآمال بأن الحرب على الإرهاب نجحت في تحجيم دور الجماعة المتطرفة الإرهابية كالقاعدة وغيرها. مياه كثيرة جرت تحت الجسر مع صعوبة التكهن بمستقبل الإرهاب، بالرغم من النجاح في القضاء على نسبة كبيرة منه في الفترة الأخيرة. هذا وبالإضافة إلى الجهود الأمريكية، هناك تعاون كبير من الدول العربية والإسلامية، خصوصا المملكة العربية السعودية التي عملت كثيرا من أجل اكتثاث الإرهاب. جميع هذه الجهود كانت ناجحة في تجفيف منابع الإرهاب، فيا ترى كيف سيكون مستقبل الإرهاب في ظل الاستراتيجيات الجديدة؟ مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بضيفي المهندس بدر الدين البارون على الاستوديو. إذن كما شاهدنا في التقرير، تجفيف منابع الإرهاب كان أحد أهم العوامل التي أو الأهداف التي عملت من أجلها مكافحة الإرهاب والحرب على الإرهاب. مهندس بدر الدين، يمكن يعني كان يمكن النظام الأمريكي بعد كان يعني يمكن أول ردة فعل بعد ما حصل في 11 سبتمبر كان هو البدء فورا والشروع فورا في يعني دحر هذا الإرهاب، باعتبار أنه خطر ومهدد حقيقي. وكان الحديث في تلك الفترة عن أنه ستكون هذه الحرب على الإرهاب ومكافحة الإرهاب بالإرهابيين أنفسهم ومن يأويهم ومن يساند لاجتثاثه من جذوره أيضا. يعني كان هناك يعني يمكن بعض التقارب ما بين بعض الدول، يعني احنا نلحظ الآن ولود التنظيمات الجديدة، نجد أنه الجانب الإيراني متواجد في تلك المناطق التي تنشأ فيها الجماعات الإسلامية المتشددة والمتطرفة التي تكون جل فكرها فكر إرهابي. يعني القاعدة وإيران ثمة علاقة هناك بين الطرفين، هل بالإمكان أن تحدثنا عن ذلك؟ بالتأكيد علاقة قوية جدا، يعني جزء كبير من قيادات القاعدة موجودة في إيران إلى وقت قريب، بل إنه حمزة بن لادن ابن أسامة بن لادن كان موجود في أفغانستان، بعد ذلك دخل إيران وعاش فترة طويلة في إيران. قيادات كثيرة جدا من القاعدة ظلت في إيران. إيران تستخدم القاعدة وداعش مخلب قتل لتنفيذ أهدافها، جزء منها في إطار الصراع المتوهم، الصراع السني الشيعي، جزء منها تشويه للدول العربية وللدول خلينا نقول السنية، باعتبار أنهم معتبرين الصراع بهذا الجانب تشويه، وبعد ذلك استدرار عطف العالم، يعني أنه شوفوا العرب هم الإرهابيين ونحن المساكين. الجانب الآخر أنه
يتم استخدامها كوحدات مقاتلة خدمة لإيران. يعني في اليمن بيتم تفجيرات للقاعدة ما في مناطق الحوثيين, مناطق الشرعية وأكثر من مرة. فإذا كان القاعدة هم بيتكلموا عن أنه نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الرسول صلى الله عليه وسلم وإقامة شرع الله, ما تقوم به إيران هو أخطر بكثير. فلماذا لم نسمع ولا حدث في إيران؟ أكثر من كده أنه في سوريا المناطق التي كان يخسرها النظام السوري كان تظهر فيها داعش بدون أي مقدمات. في العراق كان يتم استخدام داعش والقاعدة كلما تعالى المد الجماهيري المطالب بخروج إيران وبتحجيم إيران وتطلع المظاهرات. هذه المظاهرات كان يتم وقتها بتفجيرات وصل المتظاهرين أنفسهم من الداعش أو القاعدة. أهداف داعش والقاعدة ضد المتظاهرين السلميين شنو؟ ليه ما بيتم استهداف إيران مثلا؟ ليه بيتم يعني إيران تأوي هذه المجموعات وتستخدمها وتسلحها؟ بل أكثر من كده حتى في ليبيا, حتى في لبنان كل هذه المجموعات مرتبطة بالقاعدة. أمريكا الآن بتحدث عن الحرب على من يأوي ويساعد, لكن مع إيران لم يحدث هذا, بل بيتم التصريح, يتم التصريح. يعني وجود القيادات القاعدة في إيران وتلقي الدعم والتدريب والتمويل كلام على الملأ, ليس سر وليس محتكر, لكنها اللعبة السياسية الدولية. حاليا الإرهاب الإيراني هو أشد خطرا باعتبار أصبحت هي المفرخ والمنتج لهذه المجموعات, بالذات تحديدا داعش هي المفرخ والمنتج لهذه المجموعات. داعش نشأت كيف؟ نشأت من مجموعات قيادات كانت في القاعدة تم تهريبها من السجون العراقية, تهريبها وليس هروبها, يعني فتحوا لها المجال, فتحوا لها المجال عمل مدبر فتحوا لها المجال أنها تهرب, بعدك تمشي سوريا تكون تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام, بعدك تجي نفس هذه المجموعات بعد ما قامت به في سوريا ترجع تاني للعراق, وتعد بعد في لحظات محدودة تستلم مدينة الموصل وتستلم مليارات الدولارات ومليارات الدولارات كقيمة يعني كسلاح يتم تركه, ويتم بعد ذلك يعني تسلح به, ويتم استخدام ذريعة وجود داعش والقاعدة لإبادة المدن العراقية من قبل إيران ومجموعات إيران, وهذا العالم يعلمه تماما. هناك تقرير كبير جدا يمكن كان في فترة من الفترات في السنوات القليلة الماضية, تقرير بداعش كان هناك يعني بعض الشباب اللي يمكن يعني حاولوا يوصلوا لهم الأعضاء تنظيم دول الإسلامية داعش ومفهوم جديد للإرهاب, وقدروا يمكن في فترة من الفترات حتى من 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 السودان يعني كان هناك شباب يسافروا بدون علم ذويهم بدون علم ينضموا لتنظيم الدولة ويمشوا هناك ويفاجأوا بأن الوضع مختلف تماما عما الطريقة التي يستقطبوا فيها, ويقولوا الوضع مختلف ولكن لا توجد يعني إمكانية للرجوع عن القرار وعن التواجد مع التنظيم, فكان شكل خطر كبير جدا لتنظيم الدولة في فترة قريبة سابقة. لكن الآن يعني نلحظ أن هناك يمكن تقلص للتنظيم نوعا ما. هو بالتأكيد في السودان كان له وجود كبير لأنه كان مرعي من الدولة من نظام الإنقاذ البائي. يعني نظام الإنقاذ فترة من الفترات استخدم مجموعات متطرفة زي الخليفي القائم بأحداث مجزرة في مسجد الثورة الحارة الأولى, كان تم استضافته من قبل نظام الإنقاذ. نظام الإنقاذ كان له علاقات قوية جدا جدا بكل التنظيمات الإسلامية المتطرفة في العالم, بل يتم تمويله وتدريبه من قبل السودان. نعم. وسلام بالله دي نقطة مهمة جدا. أيوة دي نقطة مهمة جدا يمكن نتحليها. نعم. وجود زعيم تنظيم القاعدة في السودان والتدريب. لكن يعني قبل السودان دعنا نتحدث عن العالم العربي والعالم الإسلامي, أيضا هناك انعكاسات كانت عديدة جدا إذا تحدثنا بعد 11 سبتمبر يعني يمكن وآثارها وانعكاساتها. الدول العربية الإسلامية تأثرت كثيرا, يمكن أنت ذكرتها في مداخلة سابقة في هذه الحلقة, لكن لو تحدثنا عن المملكة العربية السعودية تحديدا يمكن كان قامت بأدوار كبيرة جدا في مكافحة ومحاربة الإسلام والعمل مع حلفائها, يمكن أيضا العمل المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة أيضا في دحر هذا الإرهاب, قامت بدور كبير جدا وبحمد الله الآن تلاشت هذه التنظيمات ويعني استطاعت الحكومة السعودية أن تحد من الأعمال الإرهابية, وما زالت هي متواصلة من خلال يمكن العديد من البرامج التي أطلقتها ومن العمل المتواصل من أجل مكافحة هذا الإرهاب. ماذا عن دور المملكة العربية السعودية؟ وبالتأكيد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تضررا. نعم. وشهدت أحداث كثيرة من تفجيرات الخبر ومرورا كانت هي دوما مستهدفة لاعتبارات كثيرة. السبب الأول المملكة العربية السعودية تضم مقدسات المسلمين. نعم. هي مكة والمدينة.
بالتالي أي حدث في هذه المنطقة يلقى رواج كبير جدا جدا. السبب الثاني استخدام هذه المجموعات لإحراج المملكة وحكومة المملكة باعتبار أنه داخل مقدسات المسلمين هم يحاولوا يفعلوا ذلك. ويعني من لاحظ أنه المجموعات المتطرفة يعني حاولت لأكثر من مرة أنها تقوم بأحداث ضخمة جدا جدا، لكن وعي حكومة المملكة بها هو حجم كثير من دوره، لأنه إذا انطلقت من المملكة العربية السعودية وقدرت بعد ذلك توطد نفسها هنا فمعناها في خطر كبير على العالم الإسلامي عموما. لأنه في موسم الحج مثلا المملكة تستضيف 3 مليون أو 4 مليون حاج في بعض الحالات، فبالتالي أي أحداث في ظل هذه الفترة تشكل خطر كبير جدا جدا على كل المسلمين في العالم. يضاف لذلك سمعة الإسلام، يعني هم مركزوا على المملكة العربية السعودية ولا استبعد الدور الإيراني في هذا التركيز. لأن واحدة من أساليب منذ يعني جماعة الحشاشين اللي أنا قلت لك زمان هي جماعة من فارس، يعني هم أول من أدخل مبدأ العمل الانتحاري والتصفيات والاختيالات في العالم، هو أول من أبدأ، بل بالعكس حتى كلمة أساسين بالإنجليزي اللي هي بتصلبها سفاكة الدماء أو القاتل المأجور أو الجعان، قادمة من كلمة حشاشين، قادمة من كلمة حشاشين. غير كده إنها هي جزء من التركيبة الذهنية الفارسية الصفوية، هي تركيبة المؤامرات والاختيالات وعدم المواجهة. فبالتالي تم توظيف هذه المجموعات لإحداث كثير من البلبلة ولإظهار المملكة العربية السعودية كدولة عاجزة عن حفظ الأمن. بالتالي يتم استثمار هذه النقطة للحديث عن الحج وقدسية المكة والمدينة، ويتم الاستفادة من هذه النقطة للحديث عن تدويل إدارة المناطق المقدسة، وده الهدف الإيراني الاستراتيجي. إيران من 30 سنة بتتكلم عن أنه مفترض مكة والمدينة ما تكون تحت إدارة المملكة العربية السعودية، لا مفترض تكون إدارة دولية، طبعا إدارة دولية تغليف لأنه هم يكونوا كمان إدارة، ويكونوا إدارة بعدك بحسب الفهم الصفوي اللي بتحمله هذه المجموعات. يعني ما لا تستبعد أنه يتم إعلان أنه ما في حج أو يتم إعلان أنه هدم الكعبة حتى. نعم، إذا يعني كل الأمنيات بأن يعني يتواصل الأمن والأمان والذي تعودنا عليه دائما في المملكة العربية السعودية، وأيضا يعني الحرمين الشريفين خدمات جليلة تقدم. يعني يمكن إذا يعني إذا مثل حديثك الأخير إذا كان النية الإيرانية كان سيكون هناك يمكن الشكل آخر للحج والعمرة، لكن نحمد الله أنها تحت رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، وأن هناك حفظ للأمن والأمان في الأماكن المقدسة أيضا في ربوع المملكة. مهندس بدر الدين، تحدثت عن الجانب السوداني يمكن، وأنا قاطعتك لأن الموضوع برضو متشعب. يعني بداية الإرهاب في السودان كان من فترة ليست بالقريبة، لكن تحديدا في ظل النظام البائد، يعني نظام الإنقاذ يمكن كان راعي لتنظيم القاعدة في فترة من الفترات، زعيم تنظيم القاعدة كان متواجد في السودان وكان هناك تدريبات لعناصر القاعدة في السودان. الشعب السوداني دفع فاتورة هذا التهور، إذا أطلقت عليه تهور احتواء تنظيم بهذا الشكل داخل السودان. السودان أصبح في قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى الآن بعد الحكومة الانتقالية، عمل كبير جدا للتخلص من هذه الشوائب التي تركها النظام البائد. لكن في هذه النقطة تحديدا يعني شبهة النظام البائد وتواجده بالقرب من الجماعات الإسلامية المتطرفة وأثرها على السودان. النظام البائد لما قام بالانقلاب في 1989 كان الفكر المنطلق منه هو قيام الدولة الإسلامية العالمية، مقرها الخرطوم ويديرها الترابي وعمر البشير ببساطة، فشان هو يلقى قبول من الجماعات الإسلامية الأخرى إنها تدين له بالولاء، وفي نفس الوقت شان يلقى مداخل للدول الأخرى يقوم بابتزازها وتسمح له بعد ذلك بالتمدد وتسمح له بالحياة، قام باستضافة عدد كبير من الجماعات الإرهابية والقاعدة جزء منها، يعني مش القاعدة بس، لا استضافوا كثير وكثير جدا. جابوا أسامة بن لادن وعملوا معه شركات تجارية، وللأسف في النهاية نهبوه 150 مليون دولار. يمكن كان هذا هو المدخل، إنه هناك عمل تجاري يتم، تم الترويج لذلك يعني. نعم تم الترويج لذلك، وإنه تم استقطابه هو. حتى العمل التجاري كان هو تخطيط لتمويل العمليات في العالم، يعني حتى شركة دار الهجرة اللي هي كانت شركة أسامة بن لادن في السودان، شركة دار الهجرة كانت هي رأس مالها 150 مليون دولار سلمها بن لادن للنظام البائد، واشتغلت في مجال الطرق والجسور ومجال البنية التحتية ومجال الإنشاءات بصورة عامة. كانت هي تغطية بعد ذلك لتمويل مجموعات أخرى، سواء كان مجموعات في أفريقيا أو سواء كان مجموعات في البلدان العربية.
في الاخر هم طبعا يعني نهبوا اسامه بن لادن وتخلصوا منه كعادة النظام كعادتهم الباعث. كعادتهم. واسامه بن لادن قال فيهم مقوله كبيره لما سالوه عن حكومه الانقاذ، قال لهم هي خليط بين الدين والجريمه. فبعد ذلك تسلسلت القصه، اصبحت عندهم علاقات مع الشباب الصومالي، اصبحت عندهم علاقات مع جماعات كثيره في غرب افريقيا، اصبحت عندهم علاقات مع جماعات ارهابيه حتى في مصر. زارت الطامة الكبرى بمحاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا. يعني ببساطة أدخلوا السودان في معركة، كان بمشاركة جماعات إرهابية أيضا، أعتقد أنه ذكر اسمهم وتم محاكمتهم. كانت بمشاركة جماعات إرهابية مصرية، جماعات من فرع الأخوان المسلمين في مصر، هو 5 أو 6 أشخاص، لكن التمويل والتدريب والتسهيلات وحتى الجوازات اللي دخلوا بها هي سودانية. وحتى بعد ذلك جزء منه تم يلقى القبض عليه، وجزء لم يلقى القبض عليه ورجع الخرطوم، وقد يكون تم التخلص منه. فبعد ذلك تم توصيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وتم اتهام السودان بتفجير السفارة الأمريكية في نيروبي في دار السلام، وتم تفجير اتهام السودان بتفجير البارجة الأمريكية المدمرة كول نعم في البحر الأحمر. تم كثير من الاتهامات. النظام السابق كان يفرخ إرهاب ويرعى إرهاب، لأنه جزء من تركيبته هو الإرهاب، وما شهدناه من ممارساته تجاه المتظاهرين السلميين بيأكد أنه هذا النظام هو نظام إرهابي، وأنه هذا النظام كان يبتز العالم، كان يبتز العالم في سبيل البقاء. فترة من الفترات كان بيبتز العالم بالإرهاب. لما تم الضغط عليه وتخلص من المجموعات الكان بيأويها، بعد ذلك استعاض عن الإرهاب بشكل آخر من 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 من, من الابتزاز. قام بيبتز العالم بأنه بالهجرة غير شرعية وهكذا، والجماعات التي تساهم في الهجرة، حتى تجارة البشر وتجارة الأعضاء يمكن كثرت في السنين الأخيرة من نظام البائد. نعم النظام البائد في سبيل تمويل تنظيمه كان على استعداد أن يقوم بأي شيء. يعني جزء كبير من هذه العملية، جزء كبير من ميزانية الدولة السودانية نفسها كان يتم لهذه الجماعات. المليارات، يعني يقدر دخل النفط السوداني بحوالي 120 مليار في فترة من الفترات، والناس كلها بتتساءل أين ذهبت أموال النفط. جزء كبير جدا من أموال النفط ذهبت للتمويل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، جزء كبير مشت لتمويل الجماعات الإرهابية. وكان معروف أنه كان في أفراد في النظام يتحركوا بأموال كاش، أموال في حقائب، ملايين الدولارات في حقائب تسلم لمجموعات، بل حتى الاستثمارات الضخمة جدا الموجودة في عدد من الدول الآسيوية هي تمويلات للتنظيمات هذه من السودان. يعني النظام كان يفقر الشعب السوداني ويجوع الشعب السوداني عشان يمول جماعات تنتمي له أيديولوجيا، في اعتقاد منه أنه هو بيقدر يسيطر. وطبعا هم مقتبسين الفكرة الإيرانية، يبتزوا العالم بالإرهاب. إنه ما يزال حتى الآن الشعب السوداني يعاني من ويلات هذه التصرفات التي كان يتصرفها نظام الإنقاذ المباد. في منحى آخر، تغيرات كبيرة جدا الآن في أفغانستان، طالبان عادت إلى الحكم مرة أخرى، لكن ربما عودة طالبان مرة أخرى إلى الحكم بطريقة أخرى أو بشكل آخر. طبعا نعلم جيدا أن القاعدة كانت تتخذ من أفغانستان مقر لها، الآن تم دحر القاعدة تحديدا في أفغانستان، لكن عودة طالبان الآن هل تعطي مؤشر احتمالية لعودة القاعدة من جديد، أم أن طالبان ستتعامل بعد العقدين من الزمان بمفهوم العالم الحديث، العالم بعيد عن الإرهاب؟ أنا أستبعد عودة القاعدة بدلالة حدث محدد. نعم. في فترة انسحاب القوات الأمريكية وتجمع الأمريكان والأفغان المواطنين الأفغان حول مطار كابول، حصلت عملية تفجير. نعم. عملية التفجير هذه تبناها تنظيم داعش فرع خراسان. ده بيدل إنه في خلافات عميقة بينهم. نعم. بين هؤلاء بين هذه المجموعات. وداعش هي الابن الشرعي للقاعدة. فإضافة لذلك طالبان يعني هي ممكن نقول يعني طعزت من الدرس أو استفادت من الدرس السابق. هي ما عاد عندها قدرة ترجع بنفس القدرة الزمان، ما عاد عندها قدرة تقدر تهدد أحد، لأنه أساساً أو تغرد وحيداً في والعالم، جميع العالم ضدها، الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة ضد القاعدة، فيجب عليها أن تسير في نفس الخطى التي يسير فيها العالم. نعم، هي حتكون لحالة، يعني هي حتكون أقرب لنموذج كوريا الشمالية، مع اختلاف انه ما عندها اي تهديد لحد. لانه حاليا اول حاجه طالبان هي مقلمه الاظافر، يعني رغم ان استلمت حكم افغانستان لكن ما عندها القدره التهديد باحد. يضاف لذلك المجتمع الافغاني نفسه انهك من الحروب، يعني 20 سنه حرب مع امريكا
وقبلها 10 سنين أو 15 سنة حرب مع الاتحاد السوفيتي وهكذا. أفغانستان تسمى مقبرة الإمبراطوريات، يعني لم يحدث فيها استقرار، يعني من حرب الإنجليز، بعد الإنجليز دخل الاتحاد السوفيتي، حارب الاتحاد السوفيتي، بعد الاتحاد السوفيتي دخلت الولايات المتحدة وحلف الناتو، تمت الحرب. بالتالي المجتمع ما عاد عنده قدرة يشكل تهديد. يضاف لذلك الآن وعي هي العالم، هي بحاجة أيضا كبيرة جدا للبناء، للتعمير، لإعادة الإعمار، لبنية تحتية، لأن تصبح أيضا مع مصاف الدول التي الآن سبقت أفغانستان كثيرا بسبة أن أفغانستان كانت ترعى هذه التنظيمات. بالتأكيد هي حاليا هي يعني تبدأ من الصفر. يضاف لذلك هناك بعد آخر، يعني أفغانستان وباكستان لهم كثير من الروابط المشتركة، سواء كان الروابط العرقية أو الثقافية أو سواء كان الروابط المذهبية حتى. باكستان من أكثر الدول اللي تضررت من عمليات الإرهاب ومن عمليات القاعدة والداعش. فبالتالي حاليا باكستان هي الرئة اللي بيتنفس بها أفغانستان، سواء كان عن طريق التجارة، سواء كان عن طريق حركة المواطنين، سواء كان عن طريق التداخل الاجتماعي بين المواطنين. باكستان ما عندها استعداد إنها تسمح بوجود جسم ممكن يشكل خطر على العالم ويشكل خطر على باكستان نفسها، باعتبار القبائل الأردو والبشتون هي قبائل مشتركة، يعني أكبر قومية في أفغانستان هي الأردو، الأكبر قومية هذه موجودة في باكستان، موجودة في أفغانستان، موجودة في الهند، ولها تأثيراتها في المنطقة. نعم موجودة في الهند كذلك. بالتالي الجوار القريب ما بيسمح بهذا. وحاليا حتى الإعلانات قادة طالبان الآن إنه بيتكلم عنه نحن هنعمل دولة لا تشكل تهديد لأحد، إنه نحن عاوزين الخطاب الطالباني أصبح تغير. نعم أصبح خطاب أكثر انفتاحا. نعم. أكثر انفتاحا، أكثر تسامحا. نعم. بالتالي ده بيرجح إنه يعني ما لا أتوقع عودة طالبان قبل 20 عام. نعم، وهي تريد أيضا أن تضمن وقوف العالم بأجمعه بجانب أفغانستان لعودة أفغانستان كما ذكرت، وللخروج من ويلات هذه الحروب والمآسي التي عانى منها الشعب الأفغاني. نعم، ويضاف لذلك بعد مهم جدا جدا. زمانك قبل 20 سنة الخطاب الطالباني كان متأثر بوجود قيادات القاعدة في أفغانستان، وقيادات القاعدة كانت هي القيادات التمويلية، يعني كانت هي اللي بتمول جزء كبير من العمليات العسكرية الموجودة، بالتالي صوتها هي الأعلى. حاليا هذه القيادات ما موجودة، جزء منها قتل، جزء منها أقي القبض عليه، وجزء منها طلع مشى دول أخرى. بالتالي حاليا يعني طالبان أقرب ما تكون للنسخة الأفغانية، يعني التنظيم الإسلامي أو السياسي الإسلامي الأفغاني البحت. أتوقع الفترة القادمة هي حتركز على مشاكل أفغانستان الداخلية، إنها تحاول تحل إشكالات أفغانستان الداخلية. بل كان في شكل من أشكال المرونة حول حديث عن الاستعانة بأعضاء النظام السابق لتكوين حكومة. نعم، كان هناك أول تصريح أنه سنجلس مع الوزراء للبحث كيفية استمرار العمل وعدم انقطاعه. يعني بالتأكيد فشكل المرونة دي يجب إنه العالم يستغلها، يستفيد منها. نعم. إنه شكل هذه المرونة بتعني إنه ممكن هذه الدولة تتجه للطريق الصحيح. نعم، مهندس بدر الدين، إذن بعد هذه السياحة حول الإرهاب في العالم في ذكرى 11 سبتمبر، برأيك مستقبل الإرهاب في ظل المتغيرات، وهل سيكون هناك عودة للإرهاب مرة أخرى بالشكل الذي روع فيها العالم، أم سيكون هناك أم المجتمعات في العالم قادرة على أنه لا تقوم قائمة لهذه الجماعات الإرهابية مرة أخرى؟ والله عموما من الملاحظ في مسيرة التنظيمات الإرهابية عموما عندها قدرة بتاع التكيف على المتغيرات. يعني القاعدة فترة من الفترات كانت تقوم بعمل عسكري صارخ، لما العالم واجهها بقوة شدد الخناق على تحولت لداعش، أصبحت تقوم بعمل بأشكال أخرى. حتى داعش لما تم تطبيق الخناق عليها توجهت بعد ذلك للعمليات اللي يسموها الذئاب المنفردة، واحد يطعن الناس في فرنسا، واحد يطعن عمليات دهس مجموعات. نعم. أيوة مجموعات في لندن وهكذا دواليك. فبالتالي القدرة بتاعت التكيف وتغيير اللون والحربائية دي حتستمر فترة من الفترات. نعم قد لا نشهد داعش أو القاعدة بنفس النسخة القديمة. نعم. باعتبار أنه حتى الجيل اختلف. نعم. يعني الفترة الجاية أنا أتوقع، لكن بنفس الإطار، مجابهة لهذا التحدي الكبير، تحدي انتشار الإرهاب مرة أخرى، اجتثاثه من جديد، في حاجة أو في حوجة لأنه يكون هناك أيضا استراتيجية أخرى لعدم عودة الإرهاب بذاك الشكل أو بأي شكل كان مرة أخرى. الاستراتيجية الرئيسية. نعم. التي مفترض اتباعها الوعي. مع ملاحظ هذه الجماعات لا تلجأ إلا لمن هو أقل وعيا.
نعم، وحتى في تدني التعليم وفي البيئة، نعم والفقر نعم له دور وعوامل عديدة يعني. نعم هي تستثمر في هذه البيئة، نعم هي تستثمر في بيئة الفقر والجهل. دائما الإنسان الغير ملم بأساسيات دينه بيكون قابل لأنه يجي أي إنسان يفهم الدين بشكل مغلوط. لما يفهم الدين بشكل مغلوط بالتالي بوجهه، يعني إذا كان الشخص اللي حاول اغتال نجيب محفوظ، واحد هو من الجماعات الإسلامية، طعن نجيب محفوظ وحاول اغتياله، لما ألقي القبض عليه وتمت محاكمته بيسأله القاضي أنت ليه حاولت تقتل نجيب محفوظ؟ بيقول لأنه كافر. بيقول لي أنت عرفته كافر كيف؟ قال في كتبه هو كافر بيكتب كفر. نعم. قال لي أنت قريت كتبه؟ قال لي أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. نعم، وكانت مين هناك اللي قال لي؟ كانت قال لي الشيخ. رواية شهيرة أو كتاب أولاد حارتنا. أولاد حارتنا، نعم، رواية أولاد حارتنا، نعم، هم بذلك نعم فسروها تفسير يعني. نعم. يعني تفسير كده، تفسير الشخص المتربص. نعم، والمتهم يمكن لم يقرأ حتى الكتاب، المتهم لا يعرف يقرأ حتى، لا يعرف يقرأ. هذه هي البيئة التي يتم استثمارها. نعم. يعني دائما بيجيب بيشوف شخص ما بيعرف أي حاجة عن الدين. نعم. ما بيعرف أي حاجة عن الدين، ويتم تعبئته، يتم تشكيل دماغه من جديد. نعم. عملية غسيل مخ. نعم. انت قبل ذكرت المجموعات الشباب في السودان. نعم. اللي كانوا بيسفروهم. نعم. ويقول لهم شو هذه المجموعات، يعني ملاحظ انها كانت شريحة اجتماعية محددة. شريحة ما عندها يعني لا تعاني من لا تعاني من حتى كانت من جامعات مرموقة. نعم نعم، وشريحة عموما كانت بعيدة عن كل الاهتمامات. نعم. بعيد عموما، كانت ما عندها إدراك يعني لا تتابع أخبار لا بيحضر كور، ما عنده أي وعي بأي شيء. فجأة بيجي إنسان بعد ذاك بيحكي له أشياء وبصور له أشياء. نعم. وكثرة التكرار بيعلم الشطار، بعد ذاك عملية غسيل المخ، بل بالعكس واحدة من أساليبهم الآن بقت بالإنترنت وبالشاتينج وبكده. نعم. نعم، بدون رؤية، بدون اتصال، بدون تواصل. نعم، ويقنعوه إنه هو 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 الآن مفترض ينصر الدين الإسلامي بإنه يقتل إكس أو زد أو واي. الأخطر من كده إنه في بعض الحالات ممكن يطلب إنه يقتل واحد الأقرباء، أحد أقربائه، عشان يضمن إنه ما يرجع لأهله، عشان يضمن إنه ما يرجع لأهله، ينفذ الجريمة ويهرب. نعم. يكون مجهز له إنه يهرب عشان يضمن إنه إلى الأبد، لأنه هم يعلموا تماما جزء كبير بيمشي بيصطدم بواقع غير، يا رجع بلده يا مشى دولة أخرى. إذن مهندس بدر الدين، يظل الوعي ويظل نشر الثقافة المجتمعية، الوعي عن خطر هذا الإرهاب والحد منه هو أحد العوامل المهمة جدا لمجابهة هذا الخطر في الفترة القادمة. التثقيف الديني الصحيح. نعم. يعني لازم الإنسان يكون عارف ما هو الجهاد ومتى يكون الجهاد. نعم. لازم الإنسان يكون ملم بالدين الإسلامي الصحيح. نعم. وليس بما يقومهم بتشويهه. نعم، مهندس بدر الدين البارون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا اليوم في هذه الذكرى، ذكرى 11 سبتمبر، مجاوبا على العديد من هذه المحاور. ونسأل العلي القدير أن نكون، أن العالم بأسره يعيش في أمن وسلام وخالي من الإرهاب ومن المنظمات والجماعات الإرهابية. إذن مشاهدين الأعزاء، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم حول ذكرى 11 سبتمبر والتطورات الجيوسياسية وأيضا انعكاسها على البلدان العربية والإسلامية. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم مع الحدث. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.